السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدين قناة أخبار الفجر المغربية. مرحبا بكم معنا في لقاء جديد من قلب مدينة الرباط، وبالضبط من أمام البرلمان. عاصمة الأنوار عرفت زوال هذا اليوم مسيرة حاشدة من جميع ربوع المملكة، منددين فيها عن تضامنهم المطلق مع الشعب الفلسطيني وخاصة أبناء غزة الذين يضطهدون ويقتلون من طرف الصهاينة الذين يريدون ترحيلهم من ديارهم ووطنهم وطمس هويتهم وقدسيتهم. لقد استنكر الشعب المغربي وكذلك كباقي الشعوب العربية الإسلامية هذا التصرف الإجرامي والقصف الإسرائيلي ضد إخواننا الفلسطينيين الذي لم يرحم البشر ولا الشجر ولا الحجر في هذه الأيام المباركة أواخر شهر رمضان إلى حلول عيد الفطر الذي كان عيد إراقة الدماء وزهق الأرواح. بصراحة احنا يعني ما عندناش شنو نقدموا ليهم من غير تضامن ديالنا معاهم والدعاء ديالنا معاهم. فكيف ما كتشوفوا هاد الوقفة هادي جاو ليها المئات ديال الناس من عدة مدن وخصوصا من مدينة الرباط. ف فلسطين هي مدينة غالية علينا، والقدس والأهالي ديالها. بصراحة الدعاء ديالنا مع الشهداء ديال المقاومة، كنتمناو الله يرحمهم وقلوبنا معهم، وفلسطين لن تهون أبدا. Notre pays voisin qui est la Palestine, tout simplement, ما شاركتش في الوقفة pour la simple raison هاد الوقفة هادي ما تقدش تعاونهم. Normalement, احنا تقريبا ما بين الدول الإسلامية الوحيدة اللي ما شاركناش غيالمون في الوقفة التضامنية مع فلسطين، باسكو سي فغي غنساندهم معنويا، ولكن فلسطين مالوغوزمون ما خاصهمش العون المعنوي، خاصهم عون مادي، خاصهم عون عسكري. نورمالمون هما اي باس باغ اون سيتياسيون كي فريمون فولنيرابل، اون سيتياسيون لي لومانيتي نو بو با لاكسيبتي، كيل كو سوا لوريجين ديالها، كيل كو سوا نورمالمون لو ريليجيون. ماشي بالضرورة انك تكون مسلم ولا عندك ديانة اسلامية باش تضامن مع الشعب الفلسطيني. C'est un navire international. Nous prenons aller des pays qui sont même pas musulmans au sein d'Ohum. Donc je trouve qu'il y a pas mal de pays, malheureusement, qui sont musulmans, qui n'ont fait aucune réaction. On n'attend pas un an ou la réaction le peuple marocain, parce que malheureusement, il ne peut rien faire. Mais on attend plus des réactions de l'environnement, de la direction, du système. Marocains et des systèmes des pays musulmans, خاصهم واحد la force, خاصهم واحد le courage, خاصهم واحد le soutien. فهمتيني؟ باسكو tu peux pas défendre avec des pierres malheureusement. لينا إلا نوقفوا نحاولوا أننا فهمتيني نتضامنوا معنويا. ولكن la vraie réaction خاصها تكون من l'organisme. Les organismes des pays musulmans, le système, la politique ديالهم. حيت normalement كيف هما إسرائيل تتساندهم لا بوليتيك ديالهم ولي بوليتيك دي بيي كي لي سوتيان. كنتم معنا من قلب عاصمة المغرب الرباط، جريدة أخبار الفجر المغربية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.